أهلا، أنا اسمي ريان بدر المالكي من إدارة تعليم المنطقة الشرقية. شعور حماس وفخر وخوف في نفس الوقت. طموحنا طبعاً بعيد عن الفوز، أهم شيء عندنا أن نمثل الوطن بشكل مشرف يليق بالدعم اللي لقيناه منهم. مشروعي عبارة عن دراسة إيش أثر جزيئات نانو أكسيد الحديد على نباتات القمح للتوصل لجرعة جديدة النمو بدون ما تضر الجينات. بالبداية هو كان حبي للأحياء وحبي للنباتات وإيماني أن النباتات لها قيمة اقتصادية مرة كبيرة. البداية تكون دائماً من موهبة، هم اللي وفروا لنا برامج بحثية وعلاقة بدكاترة ومختبرات، وبعدها أهلي الله يعطيهم ألف عافية كانوا دعم لي طول هذه الرحلة. هو ما في سر، توفيق من ربي واختيار فكرة قوية لها أصالة ولها قيمة اقتصادية هو أهم شيء. بإذن الله نمثل الوطن بشكل مشرف يليق فيه، ونمثل الوطن بطريقة إن كل تعبنا هذا ما يروح هباء منثور، يكون يبين التعب حقنا إن شاء الله وفي تمثيلنا.